البنات كديرين؟ صافا عليكم، اموركم طيبه، كلكم على خير بخير ان شاء الله، تكونوا بالف خير وخير وصحه جيده يا ربي، وتكونوا بطولة العمر يا ربي. وباش ما تمنيتو، نتمنى منكم يدوز كان يكون داز عندكم هذا النهار زوين كما كتعرفوا، واحلام سعيده وايام سعيده. وجيت اليوم الكبيدات نهضر لكم خصوص على الكريمات. دابا طلبوني بزاف ديال الناس وقالوا لي عائشه ديري لينا اثمنه زوينه. عائشه ما عندناش، شوفوا غادي ندير لكم احسن اثمنه اللي خدا جوج باكات عنده ثمن ديالهم دير اللي خدا جوج باكات عنده 7000 ريال، لا اللي خدا جوج باكات عنده 300 درهم، راه نقصنا منها بطبيعه الحال 100 درهم. وفيها اكرون، فيها الكريم اللي كيقشر وكيقاد لك الوجه، فيها فيها السيروم، فيها الصابونه، فيها اللي كتغسلي بها وجهك. الاغلبيه ديال الناس راه خداو من عندي، وغير البارح تباعوا 5 ديال لي باك. دابا راه قلت لكم جبت منها واحد الكميه اللي هي قليله، وبقى دابا 20 بياسه اللي غادي تفرتك. شوف اليوم عاوتاني شكون اللي غادي ياخذ، وشوف غدا، وشوف ان شاء الله ايام الله شكون اللي غادي ياخذ. وهنا درت لكم اثمنه زوينه واثمنه مناسبه واثمنه طيبه اللي تقدر تناسبكم وتعجبكم ونتعاون معكم كيف ما نتوما تعاونتوا معايا بزاف ديال الحوايج. وندوزوا المرحله ديال العبايات، بحال الناس قبيله جاوا عندي لدارنا انا. البنات شوفوا دابا ما غاديش نحط لكم العبايات والمخاور داكشي، ولكن راه جايبه داكشي ديال الطوب، جايبه مخاور واعرين، جايبه الماء العبايات واعرين، كلشي وجد، العود كلشي جا، غير هو خاصني نعرف الكبيده ديالي. غنشرح لكم كل حاجه، كل حاجه غادي نشرحها لكم. جبنا غادي نجيب جات جاو الصنادير، جاو العود، جا العبايه، جا المخور، جا هذا شكت قلت لكم الروايح ديال العود، هادشي كله جا البنات. غير خاصني شويه ديال الوقت فين نحط السلعه ونستف السلعه مزيان ونعرف هذه فين غتمشي وهذه فين غتجي، وغادي نخلي لكم لي زطابل كاملين. بالنسبه للعبايات علاش ما بقيتش نحطهم دابا؟ لانه انا جيبهم بواحد الثمن، عاطي السيده واحد الثمن، وباقي ما فهمت وما عرفتش شحال عبد الكريم غيقول لي بيعيهم، حيت هو لي بطبيعه الحال مخلص رزقه، يعني انا غير بيعه وان شاء الله من حل لنا الله راه غيولي داكشي ديالنا. هو دي حاجه وحده، حاجه وحده، راه هذه حاجه باينه راه ديالنا بجوج، مي غير هو كيبقى حاط فلوسه. غادي نتفاهم معاه، حيت بحال مثلا حنا دابا جايبين عبايات اللي هما شي حاجه كلاس 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 واعري بزاف، راه ديجا خدات منهم حتى غلامور، ماشي خداتهم من عندنا، راه كانت لابساهم غلامور، مي حنا كوموندينا عليهم من تما. صافي البنات، العبايات بالنسبه للعبايات الكبيدات دايرين بحال مثلا انا خديتهم ب 500 خديتهم بحال مثلا 300 درهم اماراتيه، بشحال غادي نبيعهم انا؟ غادي هادو باش جايين بالطياره وداكشي، غادي نقدر نبيعهم انا ب غادي نقدر نبيعهم مثلا، حنا مثلا حنا باقي ما عممناش، حنا قلنا مثلا باش حتى واحد ما يتخلع، حتى واحد ما يتدهش، واخا غيكون واحد الثمن زوين غيلبسوا به الشعب الشعب الكبير والصغير، فهمتوا؟ غادي انا دابا عند رايده في الظهر غادي ندير معكم اثمنه زوينه ومناسبه واللي غادي تعجبكم صراحه. غير خلينا في موضوعنا، كنسى كنبقى دايره بالي، كنسى كنفكر. غادي بحال دابا مثلا قلنا جبنا ب 300 درهم اماراتي، غندير الفيديو بحال مثلا نديرها ب 300 درهم اماراتيه، غادي نبيعها انا ب 500 درهم مغربيه كما كنقولوا. اللي غادي نطي غادي واخا غادي نقصح، غادي نقصح انا شويه، مي انا بغيت كلشي يلبس، بغيت كلشي يلبس كلشي يلبس، حيت النوبه الاولى بزاف ديال الناس جاوهم الاثمنه غاليين، جاوهم بزاف ديال الحوايج غاليين، وقلت علاش لا ما نتصاوبش. بالنسبه للعبايات عاتيه البنات، اقسم بالله اللي كاين الطوب ديال الطوب، نحيدوا هذه المخاوير، يا ما احلى مخاور، مخاوير زوينين زوينين بزاف، عاتيه توب حرير داكشي فن 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 كما كنتو باغيين النوبه الاولى، وحسن كاع من اللي جبنا النوبه الاولى. عرفتي هادوك كديرين راه بالشيله
بالخلخال ديالهم مخور بخلخال ديالو الشيلة واعرين جبنة الزرق الموف الحمر اي لون كيخطر لك. خليك معانا انا راجع عليك. بنات غنخليو الموضوع ديال المخاور والعبايات وداكشي الى اخره تندير لكم فيديو. انا راه شرحت لكم البدايه مي غادي نخلي شي حاجه حتى الاخر تندير فيديو غنعاود ندير فيديو ان شاء الله وغادي نحطو غادي نشاركه معاكم. شيت باش نهضر لكم على المسخه ديال ديك الفسيقه العاهره اللي حياتها كلها وهي في الدوران في الزناقي في كريان ديور في كريان طوموبيلات حياتك كامله طلبي في عباد الله يخلصوا لك لوكازيون حياتك كامله طلبي عباد الله يخلصوا لك في هذا تخلصي طلبي عباد الله يخلصوا لك الكره. العام نيجا انت طلابه حوازه عند عباد الله. حنا ما كنعيروش طلبه كنا كنبغيو ولكن ما كنطلبوش بديك الطريقه انت ما كنطلبوش بديك الطريقه في تيك توك تضلي انا ما صيفطتش لك هذا تعايري ولا ما صيفطتش لك هذا هي الكلبه يا المسخه واللي كتعايري في الملائكه الله راه ما عاطيهمش لك حيت عرفت انت لا شيء ولا كبر ولا ولدتي او هذاك او هذيك غادي تخرج فيهم لا شيء. علاش الله ما عاطيهمش لك هي الكلبه يا المسخه يا المهدوده يا المتكوكه. الله يعطيك شي مصيبه اللي تغرقي فيها ما تنوضيش منها ورا الله عاطيك مصيبه مني شاد راجل بمرتو راه الله عاطيك مصيبه يا الكلبه يا المسخه اللي تجبديني انا بزاف عليك يا الكلبه. انا جيب السيد رجاله والحمد لله ما عندناش وما خاصناش عايشين بخير ما مشيت لبلدان تنفسد فيهم ما مشيت دعت صفروني لقاوني مع رجاله في لوطيلات ما مشيت لتاخنت الحمد لله تزوجت بيه ولد الناس وانا بنت الناس وتلاقينا والحمد لله تجمع الشمل. اما انت شناهو انت حياتك ها مره مع فلان ها مره مع فلان المره هذيك المره مع قوينه هاد المره مع هادي مالكي فين غاده صاحبتي فين غاده اوين وشتي شيط على راسك حتى ديك الدرجه اصلا انت راسك شيط عليك حيت انت اصلا لا شيء دايره داك الشيء وراك ضلي ديري بها الحوايج بعدا عروبيه فيهم لا شيء حتى انا تلاقيت معاك على المباشره والو ما كتعرفي لا تلبسي لا والو عروبيه بمثل الاعراب اللي كنقولوا عروبيه مجدره مكلخه مجدره ديال بصح ما عندكش الوالدين اللي مجري عليك خوك من الدار حيت عارفك ما فكش الخير قال لامك يا انا يا هي من الدار عارفك انت لا شيء داكشي علاش مابقاش باغيك في الدار حيت جايبه لي الشوهه انت مشوهه انت بالك تضري مع واحد مسطي مشوه كتشوهي في راسك ها ويلي مشوهه اللي بالك تعايري فيا انا بزاف عليك انا ما توصلينيش اللي غتقولي ديك خطه ديك خطه ديك خطه ديالها انا بزاف على كنمسخه خلاص شي صاكي تشوفي فيه كمارتك انت المسخه يا الكلبه شي صبع صغير نقا انت من فمك فم صبع صغير نقا من فمك انت يا المسخه خطه ديك خطه وسني يا الكلبه يا المسخه يا الشيطه على حبه مدوره بك ربع الزوافريه وباركه الشميت والشماته اللي معاك طفل الله ينعلك الوالدين وباقا تجبديني في شي فيديو وباقا تجبديني راه غتسمعي شي حاجه شي بروفات اللي غادي نحط عليك هادي كتشمي الطمسيل كتبركي تا كتبركي وكتشمي مع راسك وتسكري مزيان ما تصحيش بثلاث ايام بالاربع ايام بالخمس ايام ونبانو لك حنا في البلانه والله يمك باقا تجبديني تالي نهار الفوكالا ديالك والفيديوهات تنحطهم لك نشوه قدام هاد المتتبعين هادو اللي كطلعي تعالي من المغاربه عاد شو البنات وتزوجوا بشي مغربي طات كتخسري في الهضره دوي الشمكاري الشمامه دوي وانت راك عارفه والله يمك تير عاقبك القانون خي عاقبك عيق الا حنا درنا لك شي حاجه يعاقبنا ولكن انت درتي غادي تعاقبي وحنا لك كنا دايره لك حتى حنا غادي نتعاقبوا معاك فهمتي حتى حنا غادي نتعاقبوا معاك مسطيه نمشوها المشداقه سيري تعلمي تلبسي سيري خسري على راسك شويه الفلوس طلبي شي واحد يصيفط لك عيطي شي واحد في بلجيكا ولا فرنسا ولا الامارات ولا الدول العربيه اللي كنتي فيهم يصيفطوا لك عيطي لدوك الشيخ ازن الشيخ ابو نحنوح يصيفط لك راك تقاديتي كون كان فيك اصلا خير كون بقيتي في خدمتك اللي غتجبديني انا راه واعره عليك مخير فيهم مقال حنا راه بزاف عليك راه ما توصليناش والكلبه شوف لحمك ديال نقا من كماتك شوف انت فمك دايره نافخه الفم نافخه الفورمه وكلشي نافخه والو ما خليتي حتى حاجه ني ما سقلتيهاش يا المسخه
امي جبده امي بقات جبده نجبد لامك العينين ديالو الا نعرفك مرا ونعرفك كاينه ونعرفك واعره ونعرفك مصغرتي عليك امك وانت فلانه وانت واعره وانت هادي وانت هادي نجيو نتلاقاو ونتلاقاو عند المخزن نجي عندنا ونمشيو عند المخزن والعيب والعار الا حطينا قصناك ولا حطينا نمشيو للمخزن المخزن المخزن القانوني حنا وياك يا المسخه وبقى تجبدي خويا خويا بزاف عليك خويا راه دار دار يحك بشي تاع سنان يحك بفورشيت كما كان الحال المهم خدا دار خدا محوت فين غيسكن انتي ما عندكش المحوت انتي كطلبي فيهم باش يصيفطوا لك ديري محوت وما دايراش كاريه ديال عباد الله ماشي ديالك غير كان ديالك هادير عباد الله يا الطلابه يا الحوازه على لالياتك يا المسخيري طلبي باش تشربي انتي مرا انتي كاع لا 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 انتي ماشي مرا مغربيه انتي ما كتمثليش المراه المغربيه انتي مسخه بالتعربيه تعربات انتي مسخه من كل خجاله عربيه اللي جيتي دخلتي لهاد السوشيال ميديا هادي داو ليا قناتي وداو ليا الباج ديالي في انستغرام وسيري انت واش تبغي يدير بك انستغرام تدخلي لانستغرام يهربوا عباد الله انت شي انت دخلتي لانستغرام ولي صافي مشى لانستغرام انا حضرتك دابا تعاودي تجبديني في شي فيديو نعرق لك حتى هادو ونعطي الدليل ديالك يلا الله يعاون البنات وتهلاو في راسكم نتمنى منكم يعجبكم هذا الفيديو حيت عارفاكم غادي 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 تفرحوا مزيان حيت هما اصلا باغين هادشي باغين تفرجوا في مسخه الخانزه يلا خليت لكم الراحه.